الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا يقول: ما نصيحة فضيلتكم لطالب علم مبتدئ؟ هل له أن يتزوج أم يستمر في الطلب ثم يتزوج بعد سنوات من طلبه للعلم؟ لا، هذا ليس بصحيح. الصحيح أنه يبادر إلى الزواج متى استطاع إليه سبيلا، والزواج هو من الأسباب التي تجعل الإنسان يشتغل بالعلم، لأن الإنسان إذا كان يعني يشتغل بالعلم وهو ليس عنده زوجة يكون مشوش، يعني تفكيره كثير ومشغول بالزواج ومسائل الزواج، فإذا تزوج غض بصره وحفظ فرجه وتفرغ للعلم والاشتغال به، وهذا شيء مجرب. يعني كثيرا من طلبة العلم الذين تفوقوا والذين تميزوا على غيرهم كانوا تزوجوا في زواج مبكر، وأما كون الإنسان يؤخر الزواج يعني ويعني يشتغل بالعلم فإنه لا يكون مثل ذلك الذي أعطى نفسه ما تشتهيه وما تريده، ويعني عف نفسه وعف غيره وتفرغ للعلم، فإن الجمع بينهما والمبادرة إلى الزواج لا يستهان بها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع أن يكون ذا فليتزوج، فإنه أقبل البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأنا أوصي كل طالب العلم، كل طالب علم يستطيع أن يتزوج ألا يتأخر عن الزواج وأن يبادر إليه، وهو من أسباب تحصيل العلم النافع. نعم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.